هناك خط داخل التيار الصدري، خط يشكل عبء على سماحة السيد مختار، خط قومي، خط خطير، خط منظم يسمع الناس، مجاميع خطيرة جدا ليس لها علاقة، ليس لها علاقة في تأسيسات سماحة السيد شهيد السعيد محمد صالح. ذلك الذي فتح بابا مواربا عبر السنين ينتظر، وأنا كتبت في هذا المجال، ينتظر عبر السنين لكي لا يحقق المشروع البريطاني ببناء مشروعية شيعية أخرى مقابل المركزية الشيعية الثورية الخمينية. نعم أريد له أن يفعل ذلك، إلا أنه ترك الباب مواربا فتحول الاستراتيج إلى تكتيك، والرجل كان يعاني من ضغوط شتى. طبعا هنا في تلك اللحظة تأسس هذا الخط القومي تحت مظلة التيار، لكنه شكل عبئا. بالضبط أكو مرض ذاك اليوم سمعت بها عاذكم الله، تليف عضلة القلب، القلب ينبض ويدفع الدماء للجسد لكي يعمل هذا الجسد، لكنه غطاء محيطة مصاب بالتليف. هذا أنا أحذر، وأتمنى أن يكون سماحة السيد مقتدى الصدر يسمعني، أو أحد من يسمع لهم. بوركت يمينك أنك قلبت الطاولة على هذا التنظيم، أقدر أسميه التنظيم القومي بين قوسين، الذي أصبح عبئا عليك وعلى إرث والدك وعلى البعد الأيديولوجي والفكري والعقائدي التيار الصدري الذي سيبقى علويا مهما كان.